فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد رجل أن يكفل يتيما وهذا اليتيم يأتيه مال من الدولة، ويشق على الكفيل أن يتاجر بهذا المال، فهل له أن يحفظه؟ إذا كان الدولة تكفلت به فلا ينفق عليها أحد غير الدولة، لأن حاجته انسدت. يدور يتيما آخر ما له وارد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.